أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر أن وفرة الفعاليات الثقافية والاجتماعية والسياحية في البحرين تؤشر إلى الأجواء الحضارية في المملكة، وتدلل على ما يتميز به شعبها من شغف ثقافي وتسابق على العمل الاجتماعي يكفل نجاح أي فعاليات تستهدف هذه المجالات. جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر بقصر القضيبية صباح اليوم لعدد من كبار المسؤولين بالمملكة. وخلال اللقاء استعرض سموه عددا من الموضوعات ذات الصلة بالشأن الوطني، حيث أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أهمية تركيز الجهود على التنمية وعدم الانشغال بالقضايا التي تؤثر على الريادة البحرينية في مختلف المجالات. وأكد سموه أن الحكومة تعمل وفق استراتيجية محددة تستهدف أن يطال تطوير مختلف الخدمات الحكومية وإيصالها لأفضل المستويات التي تلامس طموحات المواطن، خاصة ما يتعلق بالخدمات الصحية والعلاجية. وشدد سموه على أهمية تعزيز توجهات الارتقاء بالأساليب العلاجية في المملكة من خلال استقطاب الخبرات التي توفر للمواطنة أفضل طرق العلاج.